وزي ما احنا متعودين بنبدأ بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس. يمكن أهم ما حدث بالأمس هو حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني صحة إفريقيا، وقال سيادته إن مصر حريصة على نقل كل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الإفريقية في القطاع الطبي. وكمان يمكن امبارح وجه السيد الرئيس وصول العاصمة أثناء وصوله إلى العاصمة الإنجولية لواندا كأول رئيس مصري يزور إنجولا، وده في مستهل جولته اللي بتشمل أيضا زامبيا وموزمبيق. نروح على صعيد مجلس الوزراء، امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ويمكن زي ما احنا عارفين كان في اجتماع برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 16 من الشهر اللي فات، وأصدر عدد من القرارات يمكن فيما يخص قيود تعديل الشركات وتخصيص الأراضي وأيضا المشاكل المتعلقة باستيراد مستلزمات الإنتاج. امبارح تابع دولة رئيس الوزراء هذا الأمر وتفعيل هذه القرارات التي اتخذت، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار. وكمان المنطقة الغربية العسكرية نظمت لقاء، هذا اللقاء كان مع عدد من شيوخ وعواقل مطروح. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. أخبار كثيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني صحة إفريقيا، وقال سيادته إن مصر حريصة كل الحرص على نقل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الإفريقية وأن تلعب مصر دورا إيجابيا في هذا الموضوع. وقال أيضا إنه خلال أيام وأسابيع قليلة هنحتفل بإعلان مصر خالية من فيروس سي طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. وامبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الأنغولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنغولا، وذلك في مستهل جولة تشمل أيضا زامبيا وموزمبيق. هذه الجولة بتأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة ومواصلة تعزيز علاقتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية. وامبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فيما يخص تشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة. وأكد رئيس الوزراء أن الشق التشريعي يعد ركيزة رئيسية لأي جهود تبذل في اتجاه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وامبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة للسماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام الأونلاين للتقديم بالجامعات المصرية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شدد على عدم قبول الطلاب المصريين الدارسين بنظام الأونلاين بالجامعات الروسية أو الأوكرانية أو السودانية للتقديم بالجامعات المصرية سواء الخاصة أو الأهلية، حيث لا يعتد بهذا النظام ولا يدخل ضمن نظام التحويل الحالي، وأكد أنه بيتم قبول الطلاب الدارسين فقط بالأنظمة التعليمية التي تعتمد على حضور الطالب كأساس لقبول تحويله لاستكمال دراسته بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وده وفقاً لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في التواصل ودعم المجتمع المدني، نظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل وأبناء محافظة مطروح. تناول اللقاء الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وأجهزة ومؤسسات الدولة والمواطنين لدعم جهود الأمن والتنمية في نطاق المسؤولية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم في كافة القطاعات.
وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة القاهرة مشروعاً للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. وبالنسبة لأخبار المحافظات، امبارح تم الإعلان عن إجراء المسح السمعي ل 415 ألف طفل حديث الولادة ضمن المبادرة الرئاسية. خلينا نروح كمان لمحافظة الدقهلية اللي تم فيها امبارح الكشف على 2066 مريض في قافلة علاجية. أما في محافظة المنوفية فتم تركيب 142 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب. ماذا يحدث في باقي محافظات الجمهورية؟ هو ده اللي احنا هنعرفه من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحيرة تم الإعلان عن إجراء المسح السمعي ل 415 ألف طفل حديث الولادة بنطاق المحافظة، وده منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض ضعف وفقدان السمع لحديث الولادة وحتى الآن. في مطروح أعلن مجلس ومدينة سيوة أنه تم الاتفاق على أن تكون قيمة تذكرة الكشف خلال الفترة الصباحية أو المسائية 5 جنيه، ولا يتم تحصيل أي رسوم إضافية سواء للأدوية أو المحاليل أو الحقن، بجانب أن تكون جميع حالات الطوارئ وحالات الأنيميا المنجلية والحوادث والسموم ولدغات العقارب والثعابين بالمجان. فأسوان أعلنت المحافظة أن نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرية العتمور إبلي بمركز كومامبو تشهد ارتفاع ملحوظ بنسب تراوحت ما بين 65% وحتى 85%، وتضم مشروعات إنشاء محطة للرفع وتنفيذ شبكات وخطوط للطرد والانحدار والوصلات المنزلية بالقرية الرئيسية وتوابعها، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تركيب 142 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب، ودي هتساعد في توفير كمية المياه المستعملة من 30% ل 50% من قيمة الفاتورة على مدار الشهر. في جامعة بورسعيد هيتم افتتاح مركز الجامعة للاختبارات الإلكترونية قريباً في بور فؤاد. بيضم مركز الاختبارات الإلكترونية 2000 جهاز حاسب آلي، وستجري الاختبارات وأعمال التصحيح إلكترونياً بنسبة 100%. في الدقهلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية قلبشو مركز بلقاس، وتم توقيع الكشف على 2066 مريض وفي مختلف التخصصات وتوفير العلاج بالمجان. في المنيا تم الإعلان عن إنشاء 3 مدافن صحية للمخلفات ومحطة وسيطة ثابتة، بالإضافة لمحطة متحركة في سمالوط وزاوية حسين بمركز المنيا ودير مواس وملاوي، وده بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وبيبلغ حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 300 مليون جنيه تقريباً، ده بجانب مصنع تدوير المخلفات بقرية تونة الجبل التابعة لمركز ملاوي.